السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج بيك تو بلوكس. هنبدا ان احنا نخليه يتعرف على الحركه بتاعه الايد. اول حاجه هنعملها ان احنا هنا بيقول لي بلوك كود، هقول له انا عايز البلوكس. تمام. طيب انا دلوقتي محتاج حاجه تتعرف على الايد، فاجي هنا اد اكستنشن. طيب الفيس لا، الاوبجكت لا، انا عايز الهيومن بودي ديتكشن. احنا اتكلمنا على الاثنين دول قبل كده. هيبدا ان هو يحمله معانا. طيب هنبدا بقى مع بعض نحاول ان احنا نفهم الكود. ممكن اقول له ايفنت اول ما نبدا، تمام، اول ما ندوس على علامه البدء، او ممكن نخليها اول ما ندوس على علامه سبيس. يعني تقدر تختار انت عايز تعمل ايه. طيب انا عايز اول حاجه ان هو يفتح لي الكاميرا تيرن اون، يفتح لي الكاميرا. ممكن تيجي هنا وتخليها اوف او اون فليبت. طيب انا خليتها اون دلوقتي. طيب عايز بقى الحاجه دي تتكرر كل شويه، فهقول له من الافين احنا عايزين من كنترول انا عايز فور ايفر. طيب بيعمل اناليسز للصوره اللي موجوده، اناليسز ايمج فور هاند بالشكل دوت. تمام. طيب بعد كده عايزه لو لا ايديا بتتحرك يبدا ان هو يحرك شكل معايا، فهقول له اف، دي قاعده اف هيت. طيب عايز اقول له لو الهاند ديتكت، لو انت اكتشفت الهاند، لو انت اكتشفت الايد، فهقول له اف از هاند ديتكت. يعمل ايه بقى؟ المفروض ان هو يبدا يحرك الشكل ده معايا، فهقول له موشن واقول له جو تو اكس اند واي. جو تو اند اكس اند واي، يبقى الشكل ده هيروح لل 00. لا انا مش عايز يروح لل 00، انا عايزه يروح لل البوزيشن بتاعي اللي هو دوت. فهقول له انا عايز الاكس اهيت والواي اهيت. تمام. بس لازم اغير دي للواي. هنا بيقول لي للضفر اللي انا عايز دوت وعايز دوت، وتعالى نشغل. بدأ يشغل الكاميرا ومنتظر الايد. تمام اهو بيحلل الايد اهو الشكل ده انا بتحكم فيه اهو. كده شفت احنا عملنا برنامج بسهولة وبخطوات منطقية، وتقدر تعدل فيه. يعني ممكن تعدل بقى، عايز صباع تاني، عايز شفافية معينة، عايز تقفل الكاميرا. يعني شرحنا الكود، مش خدناش كوبي بيست، فتقدر ان انت تتعامل معاه.